فرصة مرة أخرى باش نبينوا بأن هناك أغلبية متماسكة، هناك أغلبية متضامنة، مش متضامنة فقط من أجل أحزابها السياسية، متضامنة من أجل إنجاح المشروع الحكومي ديالها، من أجل المواطنات والمواطنين. كاين هناك إشكاليات كثيرة اللي عشناها منذ 2021، نذكر بأن الأسرار والمعاصرة دوز 10 سنين في المعارضة منذ إنشائه، وكانت هناك نقاش لأن اللي ذكر أن في 2021 ناقشنا واش فرصة هذه للأسرار والمعاصرة باش يدخل الحكومة، وتحملنا المسؤولية، قلنا نعم حزب الأسرار والمعاصرة ما دارش باش ينتقد فقط، بل باش يتحمل مسؤوليته في الوقت اللي كان هناك إشكاليات حقيقية كنا كنعانيو منها، وتذكروا في 2021 الخروج من الكوفيد، ومن بعد فاش دخلنا للأغلبية وتمسكنا بهذه الأغلبية، اليوم كنقولوا بأن كاين هناك نجاحات، كاين هناك نقص التواصل باش نوصلوا هذه النجاحات المغاربة، وجميع الإخوان تكلموا عليها اليوم، السيد رئيس الحكومة، السي الأخ نزار بركة بالطبع، وجميع رؤساء الفرق، وغيكون هناك بالطبع واحد تقوية المجال التواصلي مع المواطنات والمواطنين عبر كذلك عبركم عبر الصحافة، لأن عنده واحد الدور مهم لتبسيط وتفسير ما تقوم به الحكومة وما استثمرت في مشاريع أولا اجتماعية، وثانيا في المجال الاستثمار لخلق مناصب شغل والتجاوب مع الإشكالية الأولى ديال الشباب والشابات اللي هو التشغيل ثم التشغيل ثم التشغيل. ف وباش ننجحوا فيما تبقى من هذه الولاية الحكومية يعني سنتين، لابد أن يكون هناك تضامن أقوى وأكثر، ومن كيف ما ذكروها بعض رؤساء الفرق من ما يغلبناش يعني الانتخابات الجاية المقبلة، الانتخابات هي فقط واحد المحطة باش نجدوا الثقة ما بيننا وما بين المواطنات والمواطنين، كيبقى أهم محطة هو المحطة التنموية، هو المسار التنموي اللي خدت المملكة المغربية، وهو التجاوب مع المواطنات والمواطنين باش نرجعوا باش نقويو ديك الثقة اللي كاينة ما بين المغاربة وبين المؤسسات ديالهم، وباش أنا دائما كنقولها ونبقى نقولها ونعاود نقولها قدامكم، باش الحلم المغربي يولي ممكن عند الشعب المغربي كيف ما كانت يعني الإمكانيات الاجتماعية ديالو أو التواجد ديالو الجهوي أو الإقليمي. هادو هما يعني خلاصة الأفكار اللي بغينا نوصلوها، زائد بالطبع داكشي ما قاله رئيس الحكومة، وغالبا كذلك السي نزار غيكون عنده مجموعة ديال الأفكار اللي غيتقاسم معكم. شكرا لكم. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.